البداية فعلا تخوفنا، خاصة أنا كنت في مكان قريب، يعني منطقة قريب الجادرية، فتوقعنا صار في شيء أو هذا، يعني خفنا. بعدين لما تكررت وقرينا الأخبار افتهمنا أنه شغلة بالمنظومة، المفروض كان يصير في التنويه، يا ترى هيك راح نسوي، حتى الناس شوية تتخوف، خاصة هو الوضع أصلا مو هادئ، فمن تسمع هيك شنو راح تخاف. استغربنا اليوم سمعنا صوت السيروم القصف الصار، احنا عندنا عوائل مرضى وعوائل نايمه، ناس كبار بالعمر، هذا يخوف. احنا نطالب الحكومه ان تشوف لنا حل على هذا جاي يصير بالعراق، لان احنا تعبنا من هاي جاي يصير بينا. طبعا لها تاثير كبير، طبعا اول شيء ما عندنا علم بهذه المنظومه، ثاني شيء انه ترعب المواطنين وسبب تلوث بالجو. فلذلك نطالب الجهات المعنية، الحكومة، بإخراج هذه القوات من الكيمياء، خاصة من هذه المناطق، مناطق بغداد وحدان بغداد. فهذه الأعمال تثير رعب المواطنين، هذه الأمور نرفضها رفضا قاطعا.